نتكلم على موضوع الجماهير نروح للكابتن عادل عبد الرحمن مره ثانيه. كابتن عادل اهلا بحضرتك من جديد، اتفضل. كنا بنتكلم عن المباراه. ايوه امين، اتفضل. انا مش عارف احنا يعني المفترض ابدا منين، ولكن هبدا باختصار بسرعه. اتفضل. الخط كان يسع. بقول لك ان مباراه القمه ملهاش تكهنات. تمام. رقم واحد، رقم اثنين، مباراه القمه ايام من هي اللي فقط اللي كان لها تكهنات. ان احنا النادي الاهلي كسب، النادي الاهلي لعب 18 مباراه كسب منهم 15 مباراه ورا بعض، تعادل اثنين، اتغلب واحد، وكان منهم دي مش موجود كمان في المباراه. ولكن اتكلم على مباراه السوبر. مباراه السوبر هتبقى مباراه كويس، اثنين مدربين لعبوا، الاثنين لعبوا اخر مباراه ليهم افريقيه، والاثنين لعبوا بالسته بره، يعني الاجهاد واحد، السفر واحد. بالظبط. فالمباراه هتبقى هجوميه، انا متوقع كده هتكون هجوميه وهتخلص قبل الوقت الاضافي او البنالتيات، لان الفرقتين عايزين يبداوا الموسم. اوحش حاجه للمدرب الجديد ان هو يبدا الموسم في مباراه صعبه ممكن تاثر في مشواره التدريبي، لان مباراه الاهلي والزمالك هي المباراه اللي المفترض ان المدرب بيلعبها وبتديله دفعه كبيره قوي. فانا اتمنى الاول ان النادي الاهلي طبعا ان شاء الله هيكسب باذن الله ان شاء الله، يعني اتمنى ان هو يكون الافضل، اتمنى ان هو يكون استفاد من المباراه الافريقيه الاخيره استفاده اكثر. لكن ممكن انت تلعب مباراه والزمالك تلعب مباراه، لكن انت تقدر تستفاد من التجربه بتاعتك افضل من النادي اللي هتلعبه يعني. ولكن قوه الفرقتين في حته جوه الملعب، افتكر ان نادي الزمالك عنده هجوم قوي، النادي الاهلي عنده هجوم قوي جدا. فعلا. نص الملعب في الفرقتين متوازي شويه. الحته الدفاعيه في الفرقتين اقدر اقول لك يعني النادي الاهلي متحسن نسبيا عن نادي الزمالك بوجود علي معلول، والله اعلم احمد فتحي، واتمنى ان يكون متواجد، وايمن اشرف، وممكن محمود متولي. يعني اقدر اقول لك ان النادي الاهلي نسبيا كفته ارجح في الحته الدفاعيه. المدرب اللي هيقدر يعمل انضباط تكتيكي جوه الملعب، اللي هيقدر المهاجمين يقدروا يستغلوا اقرب فرصه دي، هو اللي هيقدر. طيب عايز اسال حضرتك يا كابتن عادل، مين من اللاعبي الفريقين اللي يقدروا يرجحوا كفه فريق عن الاخر؟ يعني مين في الاهلي اللي يفرق معاه قوي في الماتش ده، ومين في الزمالك اللي يفرق معاه قوي في الماتش ده؟ شوف، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. يمكن النادي الاهلي افتكر انه في الوقت الحالي الكفه اللي هي ممكن ترجحه بس الكفه التنظيميه والاداء الجماعي، ليس فرد واحد اللي يقدر يكسب نادي الاهلي، المجموعه كلها. يمكن الحاجه اللي هي يعني انا مش عارف، ممكن المدرب هيلعب في مين، ودي يمكن الاختبار اللي انا شخصي بالنسبه لعادي مش بالنسبه لاي حد تاني، ان انا مستني مدرب النادي الاهلي الجديد. افتكر ان هو عمل المباراه الاولانيه الافريقيه بافراد، هشوف هو هيعمل ايه المباراة الثانية، هشوف مدى استجابة اللاعبين ليه، بواحد اثنين، هو هل كان بيلعب اللعيبة لأهداف معينة في المباراة دي عشان مباراة الزمالك؟ كل التساؤلات دي أنا هشوفها حدان في الماتش. أما نادي الزمالك، أفتكر إن هو الحتة الهجومية عنده عندها خفيف حركة، فيجب ان لاعيبه النادي الاهلي المدافعين بالذات يعملوا عمق دفاع شويه في القوة اللي هي طيب الخط قطع مره ثانيه. بنشكر كابتن عادل عبد الرحمن طبعا نجم النادي الاهلي السابق، واتكلم